مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم طريقة لتقديم سلطة نقدموها للضيوف وللعائلة. لتحضير الوصفة نحتاجو 2 بيضات مسلوقين، زيتون أخضر وأسود، خيار مقطع على شكل دوائر، طماطم قصيتها بهذه الطريقة، جزر على شكل دوائر، وكاشير اختاروا النوعية اللي تفضلوها ونقصوها على شكل دوائر ويكونوا رقاق. نبدأ نحطوا الخيار بهذه الطريقة، والخيار مفيد للجسم وللبشرة. نجيبوا الجزر نبدأ نحطوا طماطم بهذه الطريقة، احنا نجيبوا البيض المسلوق ونقسموا الحبة. وهذه الوصفة تاع السلطة يقدروا يستعملوها مش فقط لتقديم الضيوف، وإنما حتى الأشخاص اللي راهم يستعملوا في حمية غذائية ويحاولوا يخفضوا الوزن تاعهم. هذه السلطة راح تساعدهم. نبدأ نحط الزيتون. الزيتون مش يجيكم يبري، تقدروا تستعملوا زيت زيتون راح يجيكم يبري. نزيد نحط في الأطراف هذوما، نجيبوا بابي فيلم نحطه بهذه الطريقة، نبدأ نلف بهذه الطريقة حتى نتحصل على هذا الشكل. نجيب الكوردون ونمسك بهذه الطريقة باش ما تنفتحش معي الزهر، نتحصل على هذه النتيجة. درك نجيبها نرجعها في الصحن، نقسم أطراف هكذا نحطها في الصحن تستوى. هذا هو الشكل النهائي للسلطة تاعنا، وهي مفيدة للجسم خاصة الناس اللي راهم دايرين ريجيم ويحاولوا يخفضوا الوزن تاعهم. جربوا الوصفة وقولوا لي رايكم في لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيوها مع لي زامي تاعكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش كل فيديو جديد نهبطوا تشوفوه. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.